رجعنا لحضراتكم من جديد. الحقيقة الفقرة دي مهمة جدا جدا، لأنه إحنا بنصحح بعض المفاهيم للأشخاص، سواء المجتمع أو الأسر اللي عندها طفل عنده اضطراب توحد. في مخيلة أي شخص إنه طفل عنده توحد إنه هو كده شخص غير ذكي، غير متفاعل في المجتمع، ما عندهوش القدرة على إنه هو يتواصل، أو عنده القدرة على إنه ينمي مهاراته، مع إنه الشخص اللي عنده توحد بنسب كبيرة جدا بيبقوا أذكياء بشكل كبير، وعندهم قدرات خاصة بشكل رائع. شوفوا مثلا في فيلم أجنبي بتاع بروس ويلس كان بيتكلم عن طفل عنده توحد، هو اللي اكتشف الباسورد بتاعة الأجهزة معينة. فبالتالي الطفل اللي عنده توحد ده عنده نقط ذكاء تفوق، وعندكم بيتهوفن يقال انه كان عنده توحد، عندكم بيل جيتس واشخاص الحقيقه كثيره جدا في التاريخ كان عندها نسب من نسب التوحد. ولكن هي الفكره كلها انه اكتشف بدري، فابدا ان انا اشتغل على تنميه مهاراته بدري، فيطلع ابداعاته المختلفه. عشان كده احنا النهارده عاملين هذه الفقره علشان تصحيح هذا المفهوم الخاطئ لبعض الاسر اللي عندهم اطفال وبيخبوهم لو لقوا عندهم توحد، او بعض الاسر الاخرين اللي بيتعاملوا مع الطفل من الخارج انه ده طفل عنده توحد فبالتالي احنا هنبعد عنه. نو، الطفل اللي عنده توحد ده ذكي جدا جدا. ده هنعرف بتفاصيل اكتر مع الدكتوره مهتاب مصطفى، متخصص في الصحه النفسيه. صباح الفل. صباح الخير. الحقيقة أنه أي شخص بيبقى طفل عنده توحد بيتخض في الأول، وده مبرر، بس أكيد. إحنا عايزين نقول أنه الطفل عنده توحد ده عنده قدرات خاصة، وعباقرة في عالم الفن والتكنولوجي عندهم نسب من نسب التوحد. بالظبط. فالأول أنا عايزة أعرف إيه أسباب التوحد؟ حتى الآن أعتقد اللي قريته مفيش أسباب محددة. هو فعلا مفيش أسباب محددة خالص للتوحد، يعني في أسباب جينية وبيئية، وفي ناس بتقول في أدوية أو بعض التطعيمات بتعمل توحد، بس لحد دلوقتي ما اكتشفوش سبب معين ليه ولا علاج. ولا علاج. هو أسباب كتير قوي بتأدي إليه، وفي أطياف كتيرة جدا من التوحد، يعني في شديد وفي الأوتيزم، في شديد وفي أقل، وفي حرمان بيئي، يعني حسب البيئة وحسب الجيناتك وحسب حاجات كتيرة جدا. طب بمعنى ايه اطياف التوحد؟ يعني انواعه. انواعه بالظبط كده. ايه ابرز انواعه؟ بصي، في انواع، يعني في نوع اللي هو الاسبرجر. الاسبرجر ده اكتر ناس اذكياء في التوحد جدا، تمام. عندهم قدرات خارقه، ذاكره فظيعه، ذاكره رياضيه، فنون، بيبقوا عارفين حاجات كتير. هو ده اكتر نوع من انواع التوحد، هو اللي بيبقى ذكي. وفي اطياف عاديه، وفي بنوصل لحد حرمان بيئي، والله هو حسب ما الام اشتغلت ازاي، او حسب الجين وصل لفين، او الدنيا مشيت ازاي. بس اللي نعرفه ان كل ما الام اكتشفت بدري، وكل ما الام عرفت ان في حاجه وفي حاجه هتحصل وابني مختلف، وجريت وظبطت دنيتها، هتلاقي الطفل طبعا الدنيا بقت احسن كتير. حضرتك حطيتي ايدك على نقطه مهمه، وده انا شخصيا بعاني فيه في التعامل مع الاطفال والاسر، انه انا بخبرتي طبعا من خلال ان انا بعمل لقاءات زي مع اساتذه زي حضراتكم، بقول لها مثلا انا شاكه ان ممكن يكون عنده اي دي اتش دي او عنده اوتيزم، بترفض تماما ان هي تقبل انه ابنها عنده هذا الموضوع، وترفض حتى تروح تعمل له الاختبار، نوع من انواع النكران. هو بصي، هو احنا كلنا كبني ادمين بنمر بالصدمه. بعد الصدمه في ناس مننا بتنكر، وفي ناس تانية مش بتنكر، ويلا وهنشوف الصدمة دي هنحلها ازاي. فهو حسب البني آدم وحسب الشخص. بس طبعا احنا بننصح الأمهات كلها انك يعني بلاش تتمادي في مرحلة الصدمة والإنكار، إن لانك انت لو حليتي بسرعه الدنيا هتبقى احسن كتير. هتكتشفي لو الولد ذكي او عبقري في حاجه، هتكتشفي، هتحطي ايديكي على نقاط القوه بتاعته، وهتسيبيك من نقاط الضعف. لان هو للاسف الامهات بتبقى شايفه نقاط الضعف بس، ما بتبقاش شايفه نقاط القوه. يعني انا كانت اخر ام مقابلاني عندها حاله توحد او ابنها عنده حاله توحد، قالت لي انا مش عايزاه يبقى مميز، انا مش عايزاه يبقى عبقري، انا عايزاه يبقى عادي. طب ايه الفكرة؟ هي حاسة ان الطفل مختلف تماما عن بقية صحابه، وحاسة ان هو ما بيكونش علاقات اجتماعية، ما بيتكلمش معاهم، هو منعزل عن نفسه، بس عنده نقط قوة. هي مش شايفة نقاط القوة، ما هو حسب البني ادمين برضو، في بني ادم بيشوف نقاط القوة، في بني ادم ما بيركزش على نقاط الضعف. هي اعتادت على نقاط القوة التقليدية. بالظبط كده. مش متخيلة ان ممكن يكون ابنها يعمل حاجة مختلفة العالم كله ينظر اليها. بالظبط. ما هي عشان كده قالت لك انا عايزه عادي، انا مش عايزاه مختلف. قلت لها لا، ما يعني ربنا خلقه مختلف، فانت دعمي بقى الاختلاف بتاعه. شوفي، هو كان الولد ده كان شاطر جدا في اللغه، بيكتسب اللغات بطريقه خطيره. يعني احنا كنا بنعلمه القرايه، لقينا يعني بنعلمه الحروف، لقينا بيقرا ما شاء الله انجلش وعربي. فقلت لها طب دوسي بقى، روحي علمي الماني، روحي علمي فرنش، روحي ظبطي دنيتك، ده الولد ما شاء الله عليه يعني عبقري. ده لو طفل عادي مش هيعمل كده. بالظبط.
فقلت انا انبسطت جدا طبعا، لان انا يعني ما علمناهوش كل ده، احنا يا دوبك اللي هو واحده واحده قالت بقى لينا الولد دايس. كان عنده كام سنه؟ 4 سنين او 4 سنين ونص يعني. طب نكتشف امتى التوحد؟ يعني من سن كام اقدر انا اعرف انه في بعض الاعراض نشرحها كده للساده المشاهدين؟ بصي، هو اقل من 3 سنين كل الاطفال معرضه للتوحد، تمام؟ عشان يعني بتولد بيه نقدر نعرفه هو بيبي؟ في اطفال بتبقى مولوده بالجينات بتاعته، مثلا لما بتيجي تبصي له ما بيبصش في عينيكي، لما تيجي تنادي له وتقولي له مثلا اسمه، تمام، ما بيلتفتش ليكي. ده هو بيبي رضيع؟ هو بيبي، وهو يعني ما بيلتفتش ليها. المفروض الالتفات ده هو عند 6 شهور تقريبا او 4 شهور بيبدا يحفظ اسمه. اه بالظبط. فاول ما بتنادي عليه فبيبتدي يبص لك. لا هو ما بيبصش، يبقى انا كده ابتدي اخاف او اشك. ما بيبصش في عيني فابتدي اخاف او اشك. اوكي، تمام. في اطفال لا بتبقى تمام ونمو او طيف التطور او نمو التطور بتاعهم حلو جدا، فجاه بينتكس. عند سن كام بقى؟ عند قبل سن 3 سنين زي ما قلت لحضرتك، او قبل سن 3 سنين ابتدي اخاف ان انا اعرض على تلفزيون او اعرض الحاجات دي، ابتدي اراقب اشوف الدنيا ماشيه ازاي معاه. ما ينفعش، لان في طبعا امهات اللي هي احنا طبعا ضغط الشغل علينا بقى كتير وضغط الحياه بقت كبير، ما بقتش مركزه وبقت تسيبه قدام التلفزيون، عارفه اللي هو يبتدي يقعد فتقوم حاطه له المخدات ويلا يا حبيبي قدام التلفزيون او قدام الشاشات. طيب عايزين تاني نقول ايه من اعراض اللي هو عدم التواصل العين؟ بالظبط. عدم الالتفات. عدم الالتفات، تكرار الشيء برضو انا اعرف انه تكرار الشيء، بس تكرار الشيء ده لما بيبقى بيكبر او خلاص هو اتحكم في حركته. بيبقى روتيني اكتر. بيبقى روتيني اكتر، اللي هو مثلا كمان بيحب الالعاب الروتينيه، زي مثلا تلاقيه بيبص للمروحه كتير وانت اللي هو انت بتبص للمروحه كتير، ايه ده؟ اوكي. بتبقي اللي هو بيلعب بلعبه معينه، مثلا اللعبه مثلا العربيه لما طفل بتديها له بيفضل يمشيها كده. طفل التوحد لا، بيفضل يمسك العجل وعمال يعمل كده، بيلعب بالالعاب بطريقه مختلفه غير الاطفال الطبيعيه تماما. اوكي، طيب اعرف انه في كمان حركه هزه الجسم. هزه الجسم، هو انا بقول لحضرتك لما بيقدر يسيطر على حركته. يعني ده لما بيكبر شويه. بالظبط، لما بيكبر شويه. بتقول لنا اكتشفوها من بدري اكتر. اكتشفوها من بدري، هي حاجتين، ان هو ما بيبصش في عيني خالص وان هو ما بيلتفتش. طب هل انا لو اخدت بيبي دلوقتي، انا بقى شخص ممكن ما ابقاش اعرف التفاصيل دي، حاجة لحضرتك كمتخصص وهو بيبي عنده 6 شهور سنة تقدري تكتشفي لي هل في مقاييس نقدر نعملها، اختبارات من بدري؟ هو سنة صعب، يعني سنة والسن الصغير ده صعب. أوكي. تمام، بس في حاجة اسمها قوائم ارتقائية، تمام؟ قوائم؟ قوائم ارتقائية، اللي هي احنا بنبقى عارفين سن كذا المفروض بيعمل ايه. يعني مثلا سن 6 شهور زي ما قلت لحضرتك او 4 شهور المفروض ان هو بيبص لي او ان هو بينتبه لي او ان هو بيزحف او ان هو، ما هو لو في تاخر او لو في توحد او لو في اي حاجه من الحاجات دي هتلاقي القوائم الارتقائيه دي في حاجات بتقع. ان هو يبتدي يضحك لي لما انا اضحك له، لان في حاجه برضو زي المرايه، اللي هو لما تضحكي للطفل تلاقيه هو بيضحك لك، لما تيجي مثلا تعيطي تلاقيه هو بيعيط. لا هو ما بيعملش ده، لا ابتدي اقلق. فبالتالي طب في اختبارات بقى للطفل اللي هي القوائم الارتقائيه دي تقدروا تعملوها من خلال الملاحظه، من خلال الملاحظه بس، ومن خلال اسئله الام بس الاكتر. يعني احنا برضو اسئله الام، لان مش كل الامهات بيبقى عندها درايه بالحاجات دي. لا بعد سن ال4 5 سنين هيجي لك هتقدري تعرفي. اختبارات. طبعا. في اختبارات من 3 سنين كمان. من 3 سنين اختبارات سنين. متخصصه بالزبط. الولد بيبتدي او الطفل بيبتدي يبان. وتحددي نسبه التوحد متوسط حاد؟ لا، لما يكبر، كل ما بيكبر كل ما بتبقي بقى بتحددي اكتر وبتحطي ايديكي اكتر، لان الكلام مثلا فهماني اللي هو القوائم الارتقائيه في حاجات كتيره وقعت تبداي تشتغلي. بالزبط. يعني كل طفل ليه حاله خاصه بتاعته. بالظبط. هو بصي، التوحد زي الاطفال الطبيعيه، الطفل الطبيعي كل طفل فيه ده او كل بني ادم فينا ليه بصمه. ليه بصمه معينه. هو التوحد نفس الكلام، كل واحد فيهم ليهم بصمه معينه. استحاله تلاقي 2 ذكيين في نفس الحاجه وعباقره في نفس الحاجه، لا هتلاقي ده شاطر في حاجه وهتلاقي ده شاطر في حاجه، فاهماني؟ مش هيبقى كل الناس شبه بعضها في توحد، لا برضه. طب العلاج او المساعده على دعمه ان احنا نوصل بيه لان هو يبقى شخص بيتواصل بقدراته الخاصه المختلفه. بصي، اول حاجه ان انا الجا للاخصائيين بدري جدا، لازم الجا للاخصائيين وابتدي بقى اعمل يعني مثلا ان انا ادمجه وسط اطفال. طب تعالى نلعب وسط اطفال، نلعب لعب تفاعلي، الالعاب اللي هي بتبقى وسط اطفال ده كله طبعا مهم جدا. الصلصال، انا مره عملت حلقه حاجات اللي هي بتبقى هاند ميد وصلصال وجم وحاجات زي كده، دي مفيده. بالظبط. بصي، كل حاجه، هو الطفل التوحد ما بيعرفش يتواصل مع الاخرين، تمام؟ فلو كل حاجه او اخدتي نقاط القوه بتاعته، يعني مثلا انا عندي طفل توحد مثلا نقاط القوه بتاعته ان هو بيحب يلعب بالحاجات الصغيره، الصلصال، الحاجات دي، هجيبه وسط اطفال واقول له يلا نلعب مع بعض، اللي هو بدعم نقاط القوه من خلال نقاط الضعف.
فبتلاقي الدنيا بقت حلوه مع الطفل، ابتدى يعني الى حد ما. في الاول طبعا بيبقى مش عايز ومش عايز يقعد ويعيط ان هو هيقعد جنب اطفال، بس شويه بشويه بتلاقي في تواصل، عارفه اللي هو هات وخد، اللي هو يلا اديله كذا، طب خد منه كذا. اوكي، طب ايه اهم المهن يبقوا شاطرين فيها؟ الاطفال بتاع التوحد، لا ده فيها مهن كتير، وزي ما قلت لك برضه حسب نوع الذكاء بتاعه. يعني هتلاقي في طفل توحد ذكي جدا وعارف الفنون اللي هو الموسيقى، عارف الايقاع والنغمه والريتم عامل ازاي. هتلاقي في طفل تاني توحد هتلاقيه ذكي جدا في الرياضيات، في حل المسائل الرياضيه، او عبقري وجينيوس بقى في ان هو يعرف زي ما قلتي قبل كده في الفيلم الباسورد بتاع الحاجات مش عارف ايه، بيعرف الانماط. في طفل تالت زي اللي قلت لك حالا الانجليش والعربي فحتى أطفال التوحد قدراتهم دي بتبقى مختلفة هي في ممكن جوانب تكون مختلفة. القدرات الكلامية أقل، مش شرط خالص، ده ممكن تلاقيه قدراته الكلامية كويسة جدا بس هو مش قادر يتواصل، مش قادر يبص في عيني، فاهماني، مش قادر يتواصل مع الآخرين، اللي هو زي ما قلت لك الألعاب التفاعلية وهات وخد والكلام ده. طب ليه اللون الأزرق من الألوان اللي بيتميز بها التوحد؟ يعني بي بي بيأثر نفسيا عليهم في إيه؟ يعني حتى اليوم العالمي كل المعالم بتبقى لون أزرق. هو بصي، هو عموما اللون الازرق يعني بيخلينا ايه، هاديين، استقرار. استقرار، لان هما بيبقى عندهم اختلاف في الاعضاء وفي الحواس، عارفه الحواس اللي يعني هي أنا سمعت إن ما ينفعش أعرضه اللون الأحمر والأورانج، بيحصل ما هو نوع من أنواع الحواس، ما انا بقول لك هما عندهم الاختلال بيبقى في الحاسه، حاسه السمع. يعني مثلا تلاقي في طفل توحد اول ما بيسمع الخلاط بينهار، يعني ابعد عنه صوت الدوشة. عالي، صوت عالي، ما هو حسب الحاسه بتاعته عامله قوي فين او انا شديده قوي شخصيا فين. والله لما بسمع دوشة او اي حد، يعني انا اقصد يعني عادي، يعني مش حاجة. بصي، ما هم ما بيسمعوش العادي، يعني هو ممكن يخش في نوبه هياج اوكي، شديد بسبب ان في صوت عالي وفي دوشه كتير حواليه، مش زينا نجنب ده. بالظبط. في اوكي، طفل تاني هتلاقيه لا، الاحساس مش حاسس بجلده او بايده، فاهماني، هو نبعد الاختلال. عنه الشوكليتس، بصي، السكريات. السكريات عموما في السن الصغير بتهايبر قوي والدنيا ما بتبقاش كويس. فعموما حتى بيقول لك الطفل من هو عنده سنتين ما تاكليش، ما تحطيش عسل، ما تحطيش سكر، ما عشان ما تعوديش على الملح يستقعبهاش من والسكر. الصغر. بالظبط كده. فهو عموما ده الطبيعي بتاع الاطفال كلها. الاكتر بقى التوحد انك يعني على قد ما تقدري بلاش مواد الحافظه، بلاش الحاجات الكيميكال، بلاش سكريات. دي للكل بقى، يعني احنا بالظبط، عايزين نوحدها للكل. المفروض لكل الاطفال وهم صغيرين، واحنا بنكبر ما نعرضهمش للحاجات دي. انا بشكرك جدا جدا دكتورة مهتاب مصطفى، متخصص في الصحة النفسية.